السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش يا شركة أودي تضحكي على الناس؟ ليش بتقولوا ان الار اس 7 بيرفورمانس الجديده 2024 تتسارع من 0 إلى 100 خلال 3.4 اجزاء وهي فعليا اسرع من هيك؟ شو تغير وليش هذه السياره صارت وليش هذه السياره عم تجربها اليوم؟ شو الفروقات بينهم؟ يلا نتعرف مع بعض، بدايتها مع اهم تغييرات القوه والعزم. باختصار معلومات الماكينه كالتالي: 8 سلندر على شكل حرف V، V8، سعة 4 لتر، توين توربو بقوة 630 حصان، يعني السيارة زادت 30 حصان مقارنة بالآر اس 7 العادية. والعزم 850 نيوتن متر، أي العزم زاد بمقدار 50 نيوتن متر مقارنة بالآر اس 7 العادية، فبالتالي التسارع تحسن بمقدار جزئين من الثانية. طيب كيف زادت هالقوة الحصانية يا كريم؟ هل هي سوفت وير فقط؟ أكيد في تعديل سوفت وير، ولكن التعديل الأهم أنهم كبروا حجم التوربو الموجود على السيارة، توين توربو كبروهم ورفعوا البوست من 2.4 ل 2.6 بار، يعني تقريبا من 35 PSI ل 38 PSI تقريبا. جبنا 3.2 والمفروض يكون 3.4. وحش الأودي. كشكل خارجي من الأمام ما في تغييرات بالآر 7 بيرفورمانس، السيارة جاي عندنا باللون الأسود مع لمسات الأسود مع الشعار الأسود، هي انطلقت بلون يميز اللون الأزرق، في لون أزرق جديد، في لون سيلفر جديد، كلهم بيجي بطرازات المطفية والستان. أما اللي معنا جاية أسود بأسود لعشاق اللون الأسود. بصمة آر 7، عندك رادار أمامي، كاميرات 360 درجة، هاي الأشياء القياسية المتعودين عليها مع الأودي، مع كاميرات على الزجاج الأمامي عشان تراقب الشارع، وعندك أنت فرمل الطوارئ بكل تأكيد. إضاءات LED المميزة، أودي تعتبر واحدة إذا ما كانت هي الأفضل بعالم الإضاءات من أكثر من 10 سنوات، هي اللي طلعت هاي الإضاءات الجميلة المتفاعلة، 32 نقطة LED. أهم تغيير صار بالسيارة بعيداً عن الألوان وحسن الأداء هو جنوط السيارة. ها؟ كريم، هل جنوط السيارة تؤثر؟ نعم تؤثر على الأداء. ليش؟ هذا الجنط الواحد مقاس 22 إنش أخف من الجنط التقليدي بمقدار 5 كيلوغرام، فمن الجنوط الأربعة وفرنا 20 كيلوغرام، فبالتالي صارت استجابة السيارة أفضل، استجابة الثروتل أو الدعسة أفضل، خففت أنت اللود أو الضغط على الأجزاء الميكانيكية بالسيارة. حتى الإطارات تم تغيير مقاسها عشان يصير التماسك أفضل، صارت 285-30 على جنط 22، كانت تجي 275 على النسخة القياسية من الآر 7 من نفس الموديل. طبعاً هذه المعانة من شركة هانكوك، ولكن في عندكم إطارات من شركة كونتيننتال اللي هي السبورت كونتاكت 7، لسه أداها بيكون أفضل وأفضل. فرامل السيارة بالحزمة اللي معانا، هلا في حزمة الار اس عندك حزمتين، الحزمة اللي معانا وفي الحزمة اللي أعلى منها. الحزمة اللي معانا بيجي عندك فرامل السيارة ستيل أو حديد، قوية جدا، أداءها قوي بتوقف من 100 للصفر بكل تأكيد، ولكن في عندك حزمة أعلى لسه اللي هي الكاربون سيراميك. الكاربون سيراميك الأمامية بيكون قطرها أكبر، بتكون 44 سنتي، أما هذه بتكون 42 سنتي، أما الخلفيات نفس المقاس 37 سنتي. نظام التعليق الهيدروليك الموجود، الهوائي الموجود على السيارة، بيرفع بينزل السيارة كيفه على حسب السرعة اللي انت ماشي عليها. من الجنب اشياء اساسية: نقطة عمياء، تحكم مرايا كهربائي بكل تأكيد، دخول بالمفتاح، فتحة سقف البانورامية، هاي الاشياء اساسية على السيارة. باختصار هذه السيارة اللي صار عليها تعديلات جانبية بشكل عام الار 7، وطبعا هذا الكلام نفسه ينطبق على الار 6 اللي شقيقتها اللي بنسميها الستيشن واجن اللي تجي البوكس. R7 Performance من الخلف ما في تعديلات مقارنة بالR7 العادية، فقط انت عندك جاي الحزمة باللون الأسود، حتى الشعارات انت بتقدر تطلب يا لون أسود لامع يا تطلبهم كروم على حسب انت شو بدك مع اسم R7. أيضا فتحات العادم الشهيرة من أودي، تعال نسمع الصوت مع وجود السوفت ليميتر اللي هو بيخلي R7 يطلع كسلامة للمكينة، بيقطع البترول عن الدوسة، فأسمع الصوت. باختصار الصوت على الماشي أفضل وأطرب،
اضاءات الليزر موجوده بالخلف من اودي، عندك جناح المخفي او مدمج مع السياره بيفتح اوتوماتيكيا عند الحاجه اليه على حسب السرعه اللي انت ماشي فيها والفرمله، او عندك انت من الداخل من خلال الشاشه بتقدر تفتح الجناح وتسكر. السلام. اهم تغيير صار بالداخل من خلال الشاشه هي التغييرات المرئية، يعني انك بس تحول السيارة وضعية الماني ولا وضعية القيادة اليدوية من خلال الشيفتنج صار عندك اشارات التبديل، اخضر اصفر احمر، اخضر قربت، اصفر جاهز التبديل، احمر بدل. شوف السيارة سريعة، الاودي سريع، جير 8 سرعات، تبترونك مو عادي، على كل وضعية بتغير برمجة الجير تختلف، وضعية رياضية تبديل صاروخي، وضعية كومفورت أو إفشنسي اقتصادية تبديل ناعم ما تحس بالغيارات. شوف اللفة، شوف شوف شوف، على 160 لفينا. طب كيف لفينا؟ شو السبب؟ ليش السيارة ثابتة لهالدرجة؟ أول شيء ما أعرف إذا مبين معاكم في الكاميرا الهزهزة والقساوة اللي احنا فيها بسبب نظام التعليق الرياضي المتفاعل من اودي، فنظام التعليق هاد مع القساوة الموجودة فيه بحسسك انك راكب فعليا سيارة سباق، وهذا الغرض من هذا النوع من السيارات، تحتاجها رياضية رياضية، تحتاجها راحة راحة، اقتصادية اقتصادية. طب كيف اقتصادية بهي السيارة 8 سلندر يا كريم؟ بسبب وجود نظام المايلد هايبرد. كيف يعني نظام مايلد هايبرد؟ يعني السيارة فيها بطارية تقريبا 48 فولت داعمة للمحرك الموجود على السيارة عشان نوعا ما يوفر بنزين، بس الغرض الأكبر منه تحقيق التسارع الأكبر خاصة عند الانطلاقة من 0 ل 100. طيب يا كريم، هالثقة بالمنعطفات فقط من نظام تعليق، ليش هالتوجيه عم بيكون سلس جوا السيارة؟ السيارة تجي عليها بشكل قياسي نظام 4 ويل ستيرينج، هل هذا هو السبب الوحيد يا كريم؟ توجيه رباعي، نظام تعليق؟ لا يا صديقي، أيضا في أشياء أكثر. نظام الدفع الرباعي كواترو الموجود على السيارة من أعرق وأقوى أنظمة الدفع الرباعي، في شيء جديد تغير بالأنظمة بالديفرنشلز الموجودة في السيارة. أنتوا عندكم أنتوا في دف وسطي بوزع القوة بين محور أمامي ومحور خلفي، تمام؟ هذا الدف الوسطي الجديد اللي بنسميه سيلف لوكينج سنترال ديفرنشل، جديد، اكثر تعقيدا، احسن بالاداء، احسن بالثبات، احسن بتوزيع القوه بين الاطارات الاماميه والخلفيه، لدرجه انه ممكن يحول 70% من قوه السياره للمحور الامامي، وبيقدر يحول 85% كحد اقصى طبعا الى المحور الخلفي، يعني شوي السياره بتصير دفع خلفي. كل هذه العمليه عشان يخففوا من شيء اسمه الاندر ستير، ان السياره ما تروح برا اللاين عند السرعات العالية والتوجيه، عشان السيارة ترسم مسارها بشكل صحيح. طبعا هذه الأشياء أنت بتحس فيها بشكل خفيف أثناء القيادة العادية، ولكن عند القيادة بشكل ناري على الحلبات ومساقين محترفين هنا تظهر هذه الاختلافات. طبعا RS7 Performance تجي بشيء اسمه RS Dynamic Package قياسية، ولكن في حزمة أخرى RS Dynamic Package Plus. شو الفرق بينهم؟ الفرق المعانا هي الحزمة الأساسية، تجي السرعة القصوى فيها 280 كيلومتر في الساعة، وبيجي عليها هذا الديفرنشل المعدل والمحسن والمطور والأكثر تعقيدا، وبيجي عليها نظام الأول ويل ستيرينج. طيب الار اس دايناميك باكيج البلس شو الفرق بينهم؟ الفرق شغلتين بس، السرعة القصوى بتكون 305 كيلومتر في الساعة، وأيضا بيكون عليها الفرامل كاربون سيراميك فقط لا. ما شاء الله، كم جبنا؟ 3.3. طب السيارة تحس بالجي فورس جوا، كم جي بتسوي؟ هذا الماكسيموم. أثناء التسارع السيارة ممكن تسوي 1.1 جي، أثناء الفرملة بتعمل 0.9 جي، والالتفاف يمين يسار، شوفوا لاحظوا الالتفاف نحو اليمين أكثر من الالتفاف نحو اليسار 0.7 0.6، فهذا الشيء بميز طرازات الار اس بالاودي. انا ماشي عندي زر على السيرنج اسمه ار اس، ضغطه واحده بتحول وضعيه ار اس، انا سويته وجهزته، ضغطه الثانيه ار اس 2
انت بكيفك، ما في داعي تقعد تشتت حالك، كل شيء على السيرين، كانك سياره سباق ودوس. طيب كريم، شو تغير داخليا بالار اس 7 بيرفورمانس عن الار اس 7 العاديه؟ المفروض انسوا النسخه اللي معانا، النسخه اللي معانا جاي بطلبيه مختلفه. الداخليه اللي معنا جاي ما بين الكنتارا وتطريز احمر وجلود موجوده ولمسات اسود لامع، ولكن ار اس 7 بيرفورمانس المفروض انه يميزها اللون الازرق الداخلي، يعني بدال هذا التطريز الاحمر يكون ازرق. ولكن هذه السياره طلبيه جاي من الشركه، عندك انت الوان كثيره ممكن تختارها على الاودي ار اس 7 بيرفورمانس. هذه السيارة بشكل عام ما حتكلم عن باقي التفصيلات اللي انت تعودت عليها، يعني الشاشات من اودي نفس مثل اي سيارة اودي 10.1 8.6 بالاسفل عشان تحكم المكيف ومكيف، هون زر عندكم تبع الجناح، الستارت اند ستوب، تبريد مقاعد، مواصفات امان، ما شاء الله سيارة جميلة. انا شخصيا احب الار اس 7، احسها مميزة، سعة خزان الوقود فيها 73 لتر، استهلاك البنزين من 12 ل 12.7 لتر لكل 100 كيلو. في حالة كنت ماشي على وضعية الإفشنسي أوكي لحد سرعة 160 كيلو، السيارة في نظام نسميه نظام الكوستنج أو نظام الإبحار اللي بوفر من استهلاك البنزين بشكل ملحوظ. حتحكوا لي كريم سيارة رياضية تتكلم في بنزين، نعم، لأنه هاي السيارات تنفع تكون استخدام يومي يا أخي. البنزين منصح فيه 98 بكل تأكيد عالي الأوكتان عشان تحصل على هذه القوة من المحرك التيربو الموجود. غير هيك صراحة سيارة جميلة جدا، من السيارات اللي أنا شخصيا ممكن تكون عندي يوما ما، فكرت فيها أكثر من مرة بكل صراحة. الله يرزقنا وإياكم، ممكن يوم ما تكون عندي هاي السيارة لأن حبيتها بصراحة. لا تنسوا اللايك الشير السبسكرايب والفولو بكل مكان، احنا معاكم على جميع منصات التواصل الاجتماعي، سواء كان حساباتي الخاصة أو حسابات عرب جتي الرسمية، ونحوش عرب دائم للعالمية باسم العرب مع عرب جتي. السلام عليكم ودوسة. يا السلام برب.